أصحاب المعالي، أصحاب العطوفة، السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم جميعاً بكل الخير. يشرفني وباسم المركز العالمي للتدريب والاستشارات أن أرحب بضيوف الحفل الكريم في بيتنا وبيتكم الثاني المملكة الأردنية الهاشمية. ولنبدأ معكم الآن بمتابعة فيلمين قصيرين، الأول لاتحاد منظمات التدريب والتنمية IFTDO، والفيلم الثاني للمركز العالمي والاستشارات للتدريب والاستشارات. نعتذر عن تقديم الفيلم الثاني وهو عن المركز العالمي للتدريب والاستشارات. نلتقي بكم اليوم في الحدث الأهم الأضخم والأول على مستوى الأردن الحبيب من خلال المؤتمر الإقليمي لاتحاد منظمات التدريب والتنمية IFTDO، والذي يعد المؤتمر العلمي الأول من نوعه، حيث بدأ المركز العالمي للتدريب والاستشارات رحلة نجاحه منذ 18 عاما، إيماناً بأهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات المختلفة وتطوير المؤسسة لتفعيل دورها وارتقائها إلى أعلى المراتب. ومن نجاحات عديدة للمركز العالمي للتدريب والاستشارات في عدة دول عربية وأجنبية، تم عقد هذا المؤتمر الذي يجمع عدداً من الخبراء على مستوى العالم، والذي يصاحبه ورشة عمل خاصة تعقد لأول مرة في الأردن، شهادة محترف معتمد في قياس العائد على الاستثمار ROI بقيادة الدكتور جاك فيليبس، رئيس معهد ROI في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الآن
فلنستمع إلى كلمة الدكتور رائد خنفر، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتدريب والاستشارات ورئيس المؤتمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، سيداتي وسادتي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بحثت في كل قواميس المعاني عن كلمات وجمل أعبر فيها لكم عن خالص شكري وامتناني واعتزازي لحضوركم وتشريفكم لنا في هذا الحدث الأهم والأبرز في تاريخ المركز العالمي للتدريب والاستشارات، مؤتمر الموارد البشرية، التنمية والعائد على الاستثمار، والذي يعقد بالتعاون وبالإشراف المباشر من قبل الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية IFTDO، والذي حظينا بشرف الانضمام إلى عضويته منذ 3 سنوات كمؤتمر إقليمي للمرة الأولى في الأردن. هذا المؤتمر الذي حرصنا فيه كل الحرص على ضم كوكبة من العلماء والخبراء والمختصين في الموارد البشرية بشتى فروعها واختصاصاتها، والذين يجتمعون للمرة الأولى في عاصمتنا الحبيبة عمان ليشاركونا خبراتهم ومهاراتهم وتجاربهم وأفكارهم، ونحن نعجز عن شكرهم وتقديرهم لتلبيتهم طلبنا. ولما لموضوع تنمية وتطوير الموارد البشرية من أهمية كبرى واهتمام حتى من أعلى المستويات، ولما لموضوع قياس العائد على الاستثمار في المورد البشري من أهمية خاصة قد يغفل عنها الكثيرون، فقد ارتأينا أن نعقد هذا المؤتمر لنسلط الضوء على ماهية وكيفية وأهمية قياس العائد على الاستثمار، ومصاحباً لورشة عمل لتأهيل وتدريب أول مجموعة في الأردن ومنحهم شهادة محترف معتمد في الROI. كلنا أمل في أن يحقق هذا التجمع على مدار اليومين أهدافه، وأن يحظى كل واحد منا بنصيب وافر من المعرفة والتواصل وتبادل الأفكار والخبرات. مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن اسمحوا لي بكلمة نطلب من الدكتور حلمي سلام، هو ممثل IFTDO، بكلمة قصيرة أيضا نرحب فيها بالحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي واللطوفة والسعادة، السيدات والسادة أعضاء المؤتمر، اسمحوا لي بالنيابة عن الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية، عن مجلس إدارة هذا الاتحاد، وعن لجنة تنظيم المؤتمرات في هذا الاتحاد، أن أرحب بكم وأن أهنئكم بانعقاد المؤتمر الأول لهذا الاتحاد في المملكة الأردنية الهاشمية. الحقيقة أود أن أشير هنا للجهد الكبير المبذول من جانب المركز العالمي للتدريب والاستشارات، ومن جانب الدكتور رائد خنفر مدير هذا المركز، على هذا الجهد الضخم والملتزم في مجال التدريب والتنمية، والشكر على نجاحه في عقد أول نشاط لمؤتمرات الاتحاد الدولي في الأردن. والحقيقة بحكم خبرتي الطويلة أعتقد أن من يتصدى خصوصا هذه الأيام في عالمنا العربي لموضوع التدريب والتنمية أعتبره من أبطال المرموقين، لأنه فكرة أنه في أوقات الأزمات، ويمكن موضوع المؤتمر يشير إلى ذلك إشارة كبيرة، أنه في أوقات الأزمات يجب أن تتجه الجهود لتنمية الموارد البشرية، لا على العكس كما نرى حولنا الآن أنه تتجه الجهود إلى تخفيض الاعتمادات المخصصة لموضوع التنمية البشرية، لأنه لا مخرج من المآزق ولا مخرج من الأزمات إلا على أيدي التنمية البشرية المدربة الماهرة التي تستطيع التصرف في أوقات الأزمات أفضل من التصرف في الأوقات العادية أو أوقات التقدم. أيضا أود أن أوجه خالص الشكر إلى أخي العزيز الدكتور عبد الباري درة، عضو مجلس إدارة الاتحاد منذ فترة طويلة،
على التزامه وجهده. الحقيقة هو يبذل جهد كبير ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية ولكن أيضا في على مستوى العالم العربي كله. يعني في كلمة سريعة لتعويض هذا الخلل الذي حدث في الصوت في الفيلم المعروض، يهمني أن أشير إلى أن الاتحاد هو اتحاد منظمات وليس اتحاد أفراد، بمعنى أن عضوية هذا الاتحاد متاحة فقط لمنظمات التدريب والتنمية البشرية في العالم العربي، وده اللي بيدي للاتحاد ثقله. الاتحاد بيضم حوالي 180 عضو منظمة من كبار المنظمات التدريبية في العالم العربي في العالم كله، منتشر في كل أرجاء العالم. عضوية هذا الاتحاد إما عضوية دائمة full members أو associate members زي ما حضراتكم لاحظتوا من خلال الفيلم. هذا الأعضاء في هذا الاتحاد مجمل أعضائهم أكثر من 500,000 مهني وخبير تدريب منتشرين في أنحاء العالم. بيسعدنا تماماً أنه بداية أو باكورة هذا النشاط الموجود في الأردن يكون يعني بداية جذب شديد للمؤسسات التنمية الإدارية ومنظمات التدريب والتنمية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة مع الاتحاد في أداء رسالته. رسالة الاتحاد باختصار بتتلخص في رفع مستوى المهنة، رفع مستوى مهنة التدريب والتنمية في العالم العربي في العالم كله أسف وبما فيها العالم العربي، وده بيتم من خلال عديد من الأنشطة أهمها نشاط المؤتمرات اللي بنعتبره الحقيقة الملتقى الرئيسي لأعضاء الاتحاد والمهتمين بأمور التنمية البشرية. وبالمناسبة بالإضافة إلى المؤتمرات الإقليمية الريجنال كونفرنسز اللي هذا المؤتمر يعد واحدا منها، ينظم المؤتمر الاتحاد مؤتمرا سنويا عالميا. العام الماضي كنا في ماليزيا في كوالالمبور، هذا العام نظم أوريدي في البحرين، العام القادم ينظم في سلطنة عمان، ويقوم بتنظيمه أحد الأعضاء الدائمين من أعضاء الاتحاد اللي بيتحمل المسؤولية ثم يجد كل معونة ودعم من جانب لجنة تنظيم المؤتمرات في الاتحاد. أشكركم شكرا جزيلا، وبتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المؤتمر كما قلت باكورة نشاط دائم للاتحاد الدولي في الأردن، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق في مناقشة هذا الموضوع الهام المتعلق بقياس العائد على التدريب والاستثمار فيه. شكرا جزيلا لكم. كل الشكر والتقدير للدكتور حلمي سلام على هذه الكلمات الرائعة. والآن نستقبل متحدثنا الرئيسي صاحب البصمة العلمية، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله، الذي أسهم بشكل واسع في مجال الخدمات المهنية والملكية الفكرية والتعليم والاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات. لديه تاريخ طويل ومحفز من العمل مع مؤسسات ومنظمات تطوير وتنمية دولية تتصل بالأعمال ومشاريع أعمال تتسم بالتفكير الاستشراقي في العالم العربي، كما ترأس منصب رئيس التحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية، ويترأس حالياً منصب رئيس التحالف العربي للصناعات الخدمية وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة. رحبوا معي بالدكتور طلال أبو غزاله. صباح الخير جميعاً، وأنا سعيد بأن ألتقي ببناة القدرات في الوطن العربي وفي الأردن، بما أننا هنا في المملكة الأردنية الهاشمية التي تعنى بشكل خاص بموجب توجيهات جلالة الملك المفدى ببناء القدرات وبناء الإنسان. أنا لي ثلاث رسائل أريد أن أوجهها وباختصار ضمن الوقت المحدد لي. الرسالة الأولى أني سعيد بأن يكون هذا اللقاء
حول تدريب موجه. تعودنا دائما على أن برامج التدريب تكون موضوعية وجيدة، ولكنها ليست دائما هادفة. فعندما يكون التدريب في هذا البرنامج في هذين اليومين هادف إلى تحقيق القدر الأكبر الممكن من الفائدة في الاستثمار، يكون تدريبا هادفا وموجها لما يخدم المتدرب ويخدم الوطن. الاقتصاد القومي أو الناتج الوطني هو مجموع ما نحقق جميعا من دخل، فمن يخدم نفسه يخدم وطن بدل أن يكون عالة على وطنه. فبالتالي أنا أرى أننا اليوم في هذا النموذج من التدريب الذي يهدف إلى هدف محدد هو شيء مرحب به، وبالتالي أنا سعيد بأن أكون معكم في هذا اللقاء. الرسالة هذه أريد أن يصدر، وحيث أن الاتحاد هنا ممثل وأنا سعيد بأن أكون مع قادة الاتحاد للتدريب، أن نسعى في كل برامجنا التدريبية أن تكون هادفة. برنامج تأهيل محاسبي لماذا؟ يجب أن يكون له هدف. برنامج تقنية معلومات لماذا؟ ملكية فكرية لماذا؟ كل برامج التدريب يجب أن تكون هادفة وأن تكون مقصود بها تحقيق بناء قدرة معينة لكي يخدم هذا الإنسان بكفاءة أكثر في هذا المجال، يخدم نفسه ووطنه. الرسالة الثانية، أنا أريد أن أتمنى أن يكون تفكيرنا المستقبلي الربط بين كل ما نقوم به وتقنية المعلومات والاتصالات. حضرت أول لقاء في الأمم المتحدة وترأست فريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات عام 2001، السنة المعروفة لحادثة نيويورك، وانتخبت وقتها رئيس لفريق الأمم المتحدة الذي كلف بوضع سياسة تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم. يمكن أحد الأسباب كان أني من أول من درس الكمبيوتر، أنا درست الكمبيوتر، أول كورس في الكمبيوتر أخذته لذلك أمم التدريب كان عام 1965، ولم تكن اسمها كمبيوتر، كان اسمها وورد بروسيسور، وكانت في شركة هي كانت تقود عملية صناعة الكمبيوتر وقتها IBM. العالم متغير ومتطور. المهم منذ ذلك الحين اهتميت بموضوع تقنية المعلومات والاتصالات كأداة لأي عمل. تقنية المعلومات والاتصالات ليست موضوعا أو هدفا في حد ذاتها، هي أداة enabler كما نقول باللغة الإنجليزية لكل ما نقوم به. وحديثا انتخبت من قبل الأمم المتحدة أيضا لأترأس فريق الأمم المتحدة الذي سيعنى بتحقيق ما سمي SDG 11 اللي هو Sustainable Development Goal الرقم 11. هذا Sustainable Development Goal يهدف إلى كيف نستطيع أن نستعمل تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء في حياتنا لخلق مجتمع أكثر سعادة وإنسان أكثر راحة وبيئة أكثر أمان، أي كل ما يتعلق بالإنسان. هذا الفريق أترأسه أنا ومشتركا مع مندوب عن الأمم المتحدة الذي هو رئيس UN Habitat، وهي أول شراكة بين الأمم المتحدة. أنا ترأس عدة مناصب في الأمم المتحدة ولكن كانت مراكز أعمل داخل الأمم المتحدة. هذه شراكة بين الأمم المتحدة وبين مجموعة طلال أبو غزالي وبرئاسة مشتركة من الطرفين. لذلك أنا أريد أن أقول أننا، وهي رسالتي الثانية، أريد أن يكون توجهنا في التدريب مستقبلاً من خلال تقنية المعلومات والاتصالات. هذه اللقاءات مهمة لأننا نتحاور ونتبادل الرأي فيها، إنما التدريب نفسه على المدى التحضيري يجب أن يكون أونلاين، يجب أن يكون إلكترونياً. هناك منافسة في العالم بين من يسبق في التحول إلى التعليم الرقمي. دراسة أمريكية تقول أن في عام 2020
80% من جامعة أمريكا لن تكون فيها صفوف ولا كامبوس، وإحنا ما نسميه مع الأسف بالتعبيرنا الخاطئ في الوطن العربي الحرم الجامعي. الساحة الجامعية ليست حرم، الحرم هو المكان المقدس، وبالتالي هذا الحرم الذي لا لزوم له، وهذا مش جديد. أنا ألقيت محاضرة في جامعة كامبريدج، عندما ذهبت بالتاكسي إلى المحاضرة لم أعرف أين هي جامعة، ليس جامعة كامبريدج، كانت بناية من جامعة هارفارد، جامعة هارفارد في نيويورك. عندما ذهبت إليها لم أعرف أين مقر الجامعة، هي إحدى البنايات من بنايات متداخلة مع MIT، مع جامعة MIT، لا في مدخل ولا في أمن ولا في سيكوريتي ولا في أسوار. العالم متجه إلى هذا في التعليم، ونحن أيضا في التدريب يجب أن ندرك أن المستقبل، في المستقبل لن تجد في أقل من 10 سنوات لن تجد كتاب للتدريب مطبوع، لن تجد كتاب عالمي بالمستوى المطلوب تقنيا، لن تجد كتاب مطبوع لتستفيد منه إلا على أساس أن يكون ديجيتال أو رقميا. فبالتالي رسالة الثانية أن نبدأ بالتخطيط والتفكير. أنا لا ألغي التعليم التقليدي الموازي، من يريد ويرغب به أهلا وسهلا. وأيضا من ميزة التي تعلمت فيها كمحاسب قانوني، محاسبة القانونية منذ 40 سنة لا تطلب أي صفوف، تطلب منك فقط أن تجلس الامتحان، لا تطلب صفوف. هنالك مراكز تدرسك كيف تجلس للامتحان ومدتها حسب ما أنت تحتاج، في واحد يحتاج 3 شهور، في واحد يحتاج دورة مكثفة مدة أسبوع، إنما الهدف بالنهاية أن تدرس نفسك وتنتقل إلى التعليم. فبالتالي نحن نحتاج إلى التفكير بأن يصبح مستقبل تعليمنا تعليم رقمي وتدريبنا تدريب رقمي. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة أن العالم الذي لا خيار لنا فيه هو التحول من التعليم إلى التعلم، ومن التدريب إلى التدرب. هذه طبيعة الدنيا. الطفل الآن في حضن أمه لا أحد يعلمه، يعلم نفسه، يسرق الجهاز من أمه أو من أخته ويستعمله بإصبعه ويتراسل ويتكلم ويدرس ويبحث وهو لم يتعلم بعد المشي على رجليه. هذا الطفل لا تستطيع في يوم من الأيام أن تقول له تعال على اللوح واكتب لي على اللوح بالطبشورة، هو عم يكتب بإصبعه. فنلندا التي تقود التحول في التعليم، بالمناسبة من يقود التحول في التعليم ليس أمريكا ولا أوروبا ولا بريطانيا ولا أي دولة من الدول التي نعرفها كدول متقدمة في التعليم، من يقود التحول والتغيير في التعليم هو فنلندا. فنلندا معي 5 دقائق. فنلندا الآن تقود عملية التغيير على كل المستويات. صدر أخيراً في السنة الماضية في فنلندا قرار بأن اللغة ليست ضروري تعليمها. ليش تعلم واحد على اللغة؟ ما هو الآن صار في لغة الكمبيوتر، والناس كلها لا تستعمل اللغة الحوارية، تستعمل اللغة الرقمية. فأنت عندما تقول للطالب تعلم لغة بقول لك أنا متعلمها، بدك أكتب بكتب بإصبعي أنا، شو 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 بدك تعلمني باللغة؟ ما أنا تعلمتها من نفسي. ولذلك صدر قرار بعدم إلزام المدارس بتعليم اللغة، هذا واحد. الآن هنالك برنامج جديد بعدم تعليم أي موضوع إلزامي. يعني نظام التعليم اللي أنا درست فيه، ندرس جغرافيا وتاريخ وحساب ومواد التعليم الأخرى ألغيت أو ستلغى، هذا لسه قرار جديد. وسيكون التعليم على أساس النموذج، تدريس النموذج، أي teaching by method. شو يعني by model؟ شو يعني؟ يعني نأخذ الاتحاد الأوروبي، بدل ما ندرس جغرافيا وتاريخ واقتصاد وسياسة منقول خذ الاتحاد الأوروبي كيف يدار سياسيا، ما هي أنظمة الحكومية، ما هو وضعه الاقتصادي، ما هي أنظمته التعليمية إلى آخره.
تدرس نموذج موجود لتكون شيء واقعي وعملي، بدل أن تدرس مادة مطلقة اسمها تاريخ أو جغرافيا. ما هي جغرافية أوروبا؟ ما هو تاريخ أوروبا؟ من هم عظماء وحكماء أوروبا؟ إلى آخره. هذا الأسلوب في التعليم الذي تقوده فنلندا هو الذي جعل من فنلندا الاقتصاد النموذجي للعالم كله. وأنا أقول نموذجي وأنا بحكي في بلدي، وهذا الكلام ينطبق على كل الدول العربية بالمناسبة، الدول العربية كلها. فنلندا سكانها يعادل سكان الأردن، هذا شيء معروف. فنلندا أيضا وضعها الاقتصادي مثل وضعنا، ليس فيها موارد من أي نوع، لا نفط لا غاز لا 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 لا، بل نحن اقتصاديا أفضل من فنلندا. عندنا 9 أشهر من السنة شمس وطاقة طبيعية، وفنلندا عندها 9 أشهر من الثلج والمطر. وضعنا أحسن من فنلندا. الناتج القومي في هذا البلد 30 مليار دولار. الناتج القومي في فنلندا، والذي يجب أن يكون ناتجنا، 180 مليار. لماذا؟ لأن فنلندا تحولت، وهي رسالتي الأخيرة واللي راح أخرس من بعدها، فنلندا تحولت إلى دولة تصنع المعرفة وتبيعها. إحنا نشتريها، فنلندا تبيع المعرفة، تخترع. اختراع واحد يساوي ميزانية دولة من دول منطقتنا العربية. في عامل يشتغل في أوكرانيا اسمه يان كوم، يشتغل كارسون في مطعم. هذا العامل اخترع، وهو عامل لا أخذ منحة من الدولة ولا أخذ قرضا ولا ساعدته شركة ولا رعاه أحد، اخترع نظام تستعملوه كلكم اللي هو الواتساب، وباعه إلى جوجل ب13 مليار، يعني نصف الناتج القومي الأردني. اختراع. تدريبنا يجب أن يكون، وهذه ما أريد أن أقوله في رسالتي، موجها إلى صنع المعرفة. الأردن يستطيع أن يكون أفضل من فنلندا، وجلالة الملك منذ بداية عهده يقول نريد أن نتحول إلى مجتمع معرفي. المجتمع المعرفي كما عرفه بيل غيتس هو المجتمع الذي الانفورميشن تكنولوجي، الاتصالات وتقنية المعلومات فيه هي كالجهاز العصبي في جسم الإنسان. جسم الإنسان في جهاز عصبي احنا ما بنعرفه ولا بنمسكه ولا بنحسه. هذا الجهاز العصبي هو الذي يحرك عيوننا، هو الذي يحرك أيدينا، هو الذي يحرك لساننا. هكذا يجب أن تكون تقنية المعلومات والاتصالات في حياتنا لنصبح مجتمع معرفي. كل ما فيه يعمل بقوة تقنية المعلومات والاتصالات، ويستطيع أن يوجه هذه الطاقات الموجودة والكفاءات في وطننا العربي وفي أردننا الحبيب لتصبح طاقات تنتج المعرفة وتبيعها. ليس هنالك في المستقبل، وما دمنا نتكلم عن الاستثمار، ليس هنالك استثمار في الدنيا، وأنا سعيد بأن يكون هنا خبيرنا جاك فيليبس ليصححني أو ليعترض علي، وأنا أرحب بذلك إذا كنت مخطئا ومستعد أن أتعلم منه. أنا أقول أن في المستقبل صنع الثروة هو فقط من صنع المعرفة. ما بنفع تمسك حنشارة وتشتغل بطاولات إذا بدك تنافس بالسوق العالمي. حتى صنع الطاولات، الطاولة لا يمكن أن تصنع يدويا بعد الآن في سوق تنافسي في العالم. لا يمكنك أن تعمل أي شيء في الدنيا إذا أردت أن تنافس، وأنت مضطر أن تنافس في السوق العالمي وفي سوق المال وفي الاستثمارات إذا لم تكن رجلا معرفيا وسيدة معرفية تستطيع أن تدير نشاطك كما قال بيل غيتس، من خلال جهازك العصبي الذي في بدنك. يصبح جهازك العصبي في عملك هو جهاز الإنترنت الذي به تستطيع أن تنتج أضعاف 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 ما يمكنك أن تنتجه بالطاقة اليدوية أو الطاقة العادية أو بالطاقة التقليدية. فإذا أردنا أن نوجه أبنائنا
وندربهم ونبني قدراتهم للمستقبل، يجب أن يكون تدريبنا وبناء قدراتنا موجهاً ليصبحوا قادرين على صنع المعرفة، لأن صنع المعرفة هو الطريق لصنع الثروة. ما في عمل، حتى لو بدك تشتغل بصيدلية، أي عمل في الدنيا، محامي، كيف تفوقت مجموعة طلال أبو غزاله على العالم وأصبحت أبو غزاله للملكية الفكرية الشركة الأولى والكبرى في الدنيا، مش بالمنطقة، مش عبقرية ولا صدفة، لأننا اكتشفنا أننا إذا حولنا شركة أبو غزاله للملكية الفكرية اللي هي لحماية وتسجيل الاختراعات، وهي تقنية، شركة تقنية مش رأس مال، في خبرة فنية، هذه المؤسسة التي تحمي حقوق الملكية الفكرية في العالم في 85 مكتب استطاعت أن تصبح الأولى في الدنيا، لأننا استعملنا تقنية المعلومات والاتصالات وقوتها وقدرتها على أداء مهامنا. ففي الوقت اللي منافسنا بيبعث برقية وتليكس وإيميل وفاكس، احنا نتعامل كله من خلال الاتصال الرقمي مع زبائننا. زبوننا في شيكاغو لا يحتاج أن يتصل بالتليفون ولا يبعث مسج، يعني عنده رقم سري يدخل على ملفه، يترك تعليماته، يسأل أسئلته، يأخذ جوابه، الجهاز يتحاور معه. هذه القوة التي أعطتنا إياها تقنية المعلومات مكننا أن نتفوق على منافسينا في أمريكا، في أوروبا، في اليابان، في كل الدول المتقدمة. فإذا نحن قادرين من خلال استعمال تقنية المعلومات والتحول إلى مجتمع معرفي أن نصبح أحسن من فنلندا إن شاء الله. وشكرا لكم، سامحوني. كل الشكر والتقدير لهذه الكلمات الرائعة دكتور طلال، ويتفضل دكتور راهب لتسليم الدرع التكريمي للدكتور طلال أبو غزاله. إن شاء الله نتمنى نتحول لمجتمع معرفي يعني إن شاء الله. شكرا لزوجتي طلال، استغفر الله.